اليوم الوقفة ديالنا من أجل مأسسة الشجرة. احنا اليوم في 2024 ما بقاش يمكن لنا نتعاملوا مع الشجرة ككائن حي عادي. الشجرة كائن عالي ورفيع المستوى والتقنيات، ما يمكن لناش نعوضه في أي مكان. وحنا الحملة ديالنا كتركز بالضبط على أشجار التصفيف بالأرصفة، يعني بجنبات الشوارع، باش يمكن للساكنة المغربية، وحنا كنعرفوا نظرا للطقس ديالنا في المغرب محتاج المغربي كيعيش برا أكثر ما كيعيش داخل الدار، فبالتالي لازم أننا نوجدوا ليه واحد الفضاء عمومي اللي يحس فيه بالراحة. والراحة ما يمكن نضمنوها المغربي إلا بتواجد الشجرة وليس النخلة. دونك اليوم المطالب ديالنا اللي هذه 3 سنين وحنا كنطالبوا بها وجهناها للمؤسسات الوطنيه المعنيه، الوزارات، وزاره بدءا بوزاره الداخليه ثم وزاره سياسه المدينه ثم المديريه العامه للجماعات الترابيه. بغينا قطيعه مع الغرس العشوائي للنخل الرومي بالمدن ديالنا. حنا كنشوفوا الرباط تبارك الله خضراء، منين كندخلوا حنا كنشوفوا الخضره والشجر، فاين هي العداله المجاليه بجميع مدن المغرب؟ نريد عدالة ترابية مجالية مناخية، وذلك بتنزيل بعد وقف التنخيل العشوائي. يجب تنزيل مخططات منظرية خضراء بكل الجماعات الترابية حسب الخصوصيات البيومناخية والحضرية لكل جماعة ترابية، يعني أنه يجب إعادة تأهيل مصالح الهندسة المنظرية، مصالح الهندسة المعمارية، ومصالح البيئة كذلك. الاتفاقيات الدولية بلا ما نتكلموا عليها، القمم المناخ بلا ما نتكلموا عليها، ترسانة القوانين في المغرب بلا ما نتكلموا عليها. ففينا هو هذا الشيء كله؟ حنا اليوم بغينا المغرب، المغاربة أولا قبل ما نتكلموا على مونديال 2030، المغاربة أولا بجميع مدن وقرى المغرب. هذا الشيء إلا بغينا نتكلموا على تنمية مستدامة فعلا. النخلة فاش كيفوت الطول ديالها 5 متر كتولي الثمن ديالها جد مهم بالنسبه للشجره، فهنا فين كتدخل الصفقات. وحنا ما بغيناش، ما نكذبوش عليكم، ما بغيناش ندخلوا في هذا الشيء. حنا بغينا القوانين ديالنا، ترسانه القوانين البيئيه تنزل في المغرب. عندنا ما يكفي من القانون وعندنا دستور، فإلا غادي الجماعات الترابيه تخالف الدستور وتخالف القوانين وتخالف الاتفاقيات، احنا امام جرائم بيئيه في حق المغاربه، لانه كنمنعوه من الظل، كنمنعوه من تعديل درجه الحراره، كنمنعوه من تحفيز تساقطات، كنمنعوه من عيش المواسم، لانه فصول 4 كنعيشوها بفضل الشجره. يعني كل الفوائد الصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه والايكولوجيه كنمنعوا الشعب المغربي منها، فهذه كتسمى جريمه بيئيه. من هذا ان بعض الاحيان كنوجدوهم كيقتلعوا الشجر اللي هي موجوده دون العلم او المعرفه البسيطه بالقيمه ديالها. فاحنا اليوم في وقفه احتجاجيه تقريبا هي الاولى، من نوعها لصالح البيئه. حنا كنعرفوا ان الشجره كتقدم لنا مجموعه من الفوائد، منها امتصاص الغازات، منها كتمدنا بالاكسجين ثم الظل الى اخره، وهذه الاشياء ما كتعطيهاش لنا النخله الروميه. فلا بد من التضامن جميعا من اجل هذا، ندافعوا على القيمه ديال الشجره، علما اننا لازلنا في المجتمع ديالنا جد متاخرين على اخرى اللي وصلت لبعيد. اولا حنا كانوا شطاف في حركه المغرب البيئيه ديال 2050. هذه الحملة الوطنية سبقنا نظمنا عليها أزيد من 3 سنوات، وقمنا بوضع مراسلات على الصعيد الوطني أمام الوزارة المعنية وحتى على مستوى الجماعة الترابية. ولكن هذه النقط ديال أن وقف التنخيل ونغرسوا الشجر وقعت واحد التماطل على مستوى الأقاليم والجهات المملكة ككل. وأكثر من ذلك استمرت الجماعة الترابية في تنخيل الشوارع والساحات بشكل ممنهج وعشوائي. وحنا طالبنا مرارا وتكرارا أن هذا الشيء هي جريمة بيئية مكتملة الأركان، بضرورة وقف هذا التنخيل، لأن حنا نعرفوا أن النخل خاصة النخل الرومي أو ما يعرف بالواشنطونية، هذا النخل لا يساهم أولا في ما يعطيناش الأكسجين يستنزف الثروه المائيه، ما يعطيناش الظل. ومع ذلك تستمر السلطات سواء المركزيه او على مستوى الاقاليم بتنخيل ممنهج، وحنا كحركه بيئيه نشيطه على الصعيد الوطني مستمرون في وضع استراتيجيات اخرى لاجبار الجميع من اجل وقف التنخيل ووضع مخطط ايكولوجي وطني. ولما لا يكون عندنا هذا مونديال 2030 هو مونديال ايكولوجي بالدرجه الاولى اللي تجاوبوا مع الحركه، ولكن بشكل محتشم. وقفوا البعض التنخيل ولكن استمروا بحال على مستوى الدار البيضاء، كاين بعض المقاطعات اللي وقفوا التنخيل ولكن ماشي بشكل كلي، ولكن مع ذلك كاين شوارع اخرى استمروا في عمليه التنخيل. انا نعطيك مثال على مستوى اقليم بركان مثلا، بحكم انا ولد المنطقه ومستقر هنايا. الاشكال اللي مطروح ان هذه ازيد من 3 سنوات مجموعه من الشوارع تهيكلت، وكان عندنا اشجار ديال الفوكيس بحال هذا اللي متواجد حاليا بالرباط تم اجتثاثه بشكل كلي بشوارع رئيسيه، وداروا لنا تنخيل بشكل ممنهج، وخاصه هذا النخل الرومي، لان النخل الرومي يؤثر على البيئه بشكل كبير، يستنزف الثروه المائيه، وحنا في موسم جاف، ما يعطيناش الظل، ما يعطيناش الاكسجين. ومع ذلك حنا واش نطالبوا؟ نطالبوا ان كل منطقه لها خصوصيتها، يعطيو لها الاشجار اللي كتلائم هذيك المناطق. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.